مساء الخيرات. اليوم على الولايات المتحدة الأمريكية كيسي ساوث كارولاينا في العام 2020، رح نسمع تفاصيل جريمة مؤلمة كان لكاميرات المراقبة دور في حل لغز هاي الجريمة، أكيد وكالعادة بعد الفاصل نسمع. ورح أبدأ معكم بتاريخ 10 فبروري من العام 2020. هالبنت الصغيرة الجميلة الموجودة أمامنا اللي عمرها 6 سنوات، الساعة 3 مساء تقريبا، واللي اسمها في ماري سويتلك، بتنزل من باص المدرسة. هي تدرس في مدرسة سبرينغديل إليمنتري سكول، بتلتقي بوالدتها سيلينا، بيبدو عادي يتمشوا ويحكوا عن هاليوم المدرسي الجميل حتى يوصلوا المنزل. في الجميلة كانت مليئة بالطاقة بالحيوية ذكية، والدتها كانت تناديها ماجيكال ليتل فيري، يعني كأنه هي من شخصيات الخيال العالم السحري. يمكن من أجمل الأشياء اللي كانت معروفة عن هاي الطفلة إنه دائما تثني على الآخرين، صغار كبار، تمتدحهم بطريقة جميلة جدا. يعني شيء جميل، تخيلوا مثلا طفلة هيك من الشارع تمتدح ملابسك أو شعرك أو حجابك، الصراحة شيء لطيف جدا. هي كانت من هاي النوعية. بعد ما توصل في على البيت بتتناول وجبة خفيفة، بعد هيك بتغادر المنزل حتى تلعب في الساحة الأمامية. بالعادة هي بتعمل هالشيء، الجيران بيحكوا إنه دائما كانوا يشوفوها وهي تلعب. الوالدة تشيك عليها من فترة لأخرى، الآن بين 3:30 والساعة 4 واحدة من الجارات بتنتبه عليها، بتركض باتجاه مكان معين، ستور اسمه NAPA، ببيع بتعرفوا أوتو بارتس اللي هي قطع غيار السيارات. الساعة 4 إلا ربع الوالدة بتشيك على بنتها، اختفت من المكان. مباشرة بتغادر البيت، بتبدأ تبحث بالشوارع، تسأل الجيران، ما حد بيعرف أي شيء أبدا. الساعة 5 مساء بتتواصل مع 911. All right, I'm going to stay on the line with you, but I'm going to get KCPD on the line too, but I'm going to stay on the line, so don't hang up, okay? Okay. All right, ma'am, you're on the phone with Casey. Go ahead. Yes, ma'am. Can you tell me what your son's name is? My daughter's name is Faye Swetlick, F-A-Y-E. Hold on. All right. What was the first name again? Faye. Faye, F-A-Y-E? Yes, ma'am. Okay, what's her last name? Swetlick. Spell that for me. SWETLIK. وزي ما سمعتوا هي بتحكي لهم انه بنتها اختفت، انه عمرها 6 سنوات، انه راح يكون عمرها 7 في شهر جون. بتعطيهم معلومات كاملة عن اسمها الاول، الاسم الاخير، الملابس اللي كانت ترتديها، الحذاء واللي هو بوتس ملون، كل هاي التفاصيل بتقدمها لرجال الشرطة. وخلال فترة بسيطة بيوصلوا رجال الشرطة. الحلو فيهم لما يكون الموضوع في أطفال بيكونوا جدا سريعين. الساعة 5:30 تقريبا 50 شخص موجودين في المكان يبحثوا عن هاي الطفلة الصغيرة. وما كانت هي الشرطة المحلية اللي يبحثوا فقط، جهاز الـ FBI سريعا بيتدخل، بتعرفوا المجتمع المحلي، الجيران، الأصدقاء، بيحاولوا إنه يساعدوا رجال الشرطة الـ FBI، لكن هم بيطالبوهم بالانتظار، هم بيبدوا حملتهم.
رجال الـ FBI بيخبروه لوالدها لهالبنت الجميلة في واللي اسمه تشاد بأنه بنته مفقودة. سريعا الـ FBI بيوصل واحد منهم حتى يفتش منزل الوالد، ما في إلها أي أثر أبدا. وأكيد عارفين أول شي بيعملوه إنه بيشيكوا على كاميرات المراقبة، بيوجهوا نداء لسكان الحي أي واحد عنده صور عنده كاميرات مراقبة يتواصل مع رجال الشرطة يقدم الفيديوهات الصور. بيبدوا يتجولوا في الحي يلفوا على المنازل واحد واحد. الـ FBI بيستخدم طائرة هليكوبتر بيفتش الأماكن القريبة على المنزل، إلا إنه وللأسف الشديد ما في أي أثر لهاي الطفلة الصغيرة. الآن بنوصل لصباح اليوم التالي الساعة 7، بتوصلهم 300 معلومة. طبعا هم بيكونوا عينوا خط ساخن حتى أي حد عنده معلومات يقدمها لرجال الشرطة. بتوصلهم 300 معلومة، 300 مكالمة، ولا واحدة منهم كانت مفيدة. وفي هاي المرحلة بيتدخل عدة أجهزة في عملية البحث. الآن 250 رجل موجودين في الشوارع في الحي يبحثوا عن هاي الطفلة الصغيرة، بيعملوا حواجز على الشوارع، بيفتشوا جميع السيارات الداخلة المغادرة للمنطقة. بيمر 24 ساعة ما في أي شيء جديد. بيرجعوا بيعملوا مؤتمر صحفي ثاني بيوصفوا فيه هاي الطفلة الملابس اللي كانت ترتديها. بيتوجهوا لعامة الناس بأي معلومات مفيدة يقدموها أكيد لرجال الشرطة. بيرجعوا مرة أخرى بيوجهوا نداء لسكان تشرشل شيل هايتس اللي هو الحي اللي فقدت فيه هاي البنت. إذا عندهم كاميرات مراقبة، بتعرفوا هاي الكاميرات اللي بتكون على باب المنزل من أجل نعرف مين اللي موجود أو مين اللي بيقرع الجرس، ضروري جدا يعطيها للمسؤولين لرجال الشرطة. الآن هم في انتظار النتائج. هم الآن في حالة من الحيرة من الارتباك، هل هاي البنت غادرت منزل والدتها، بدأت تتمشى، ضاعت، أصيبت، صار معها حادث، ولا هي عملية اختطاف؟ ما في أي معلومات أبدا. المسؤولين عن عملية البحث بينشروا صور لهاي الطفلة الصغيرة في هاليوم وهي في باص المدرسة، حتى بتعرفوا الملابس، يمكن حد يتذكر أي معلومة مفيدة. وأكيد خلال هاي المرحلة أفراد العائلة، الوالد، الوالدة، صديقها للوالدة، كلهم مشتبه فيهم. سيلينا زوجها السابق شاد، صديقها الحالي كارتر، بيتم استدعائهم، بيسألوهم عدد جيد من الأسئلة، بيفتشوا منازلهم، بيشيكوا على سجلات الهاتف، بيتأكدوا من حجج غيابهم. مبدئيا بيتم استبعاد الثلاثة كمشتبه فيهم. بتاريخ 12 فبراير رجال الشرطة بيعلنوا عن تنتين من الصور للسيارتين، بيحكوا إنه هاي السيارات شوهدت وهي تغادر الحي اللي بتعيش فيه هاي الطفلة بالفترة اللي اختفت فيها. بيتقدموا أصحاب هاي السيارات لرجال الشرطة، بيبدوا يسألوهم، بيتأكدوا في النهاية إنه هم بعيدين تماما عن الشبهات. بنرجع للمربع رقم 1، وبنوصل ل 13 فبراير واللي هو اليوم اللي بتمر فيه السيارات حتى تاخذ يعني السلات المهملات من امام المنازل. بيفتشوا جميع حاويات النفايات الموجوده امام المنازل قبل ما يتم نقلها. الان في منزل رقم 602 بيتم العثور على شيء. هالشيء اللي بيتم العثور عليه ما بيعلنوا عنه إلا إنه بيحكوا هو دليل مهم جدا.
وبعد هالدليل اللي بيتم العثور عليه بتتغير خطتهم تماما، بيبدوا يبحثوا في أماكن مختلفة، وللأسف الشديد بعد نص ساعة بيوصلوا لنتيجة مؤلمة جدا. بيتم العثور على جثة هالطفلة الصغيرة، وللأسف الشديد في قبر ضحل جدا في مكان لا يبعد أكثر من 200 قدم عن منزل العائلة. مباشرة بيتم تحويل الجثة على الطب الشرعي اللي بيأكد إنه سبب الوفاة هو الخنق. أيضا تقرير الطبيب الشرعي بيأكد إنه تم قتلها مباشرة بعد اختطافها. ما تتخيلوا حالة الحزن الألم اللي انتشرت في هاي المدينة في المدرسة اللي كانت تروح عليها هالطفلة الجميلة في. وبعد دقائق بسيطة من العثور على جثة هاي البنت، رجال الشرطة بتيجيهم معلومات بأنه أحد الأشخاص بينزف على الترس الخارجي لمنزله. المسؤولين ما بيعطوا أي معلومات إذا في علاقة بين هالرجل اللي ينزف في منزله وحادثة مقتل الطفلة. في بيعملوا مؤتمر صحفي بيحكوا فيه إنه تم العثور على الجثة، تم التأكد من خلال الطب الشرعي إنه هي تعود لفي. بيتحدثوا عن الرجل اللي تم العثور عليه بينزف إنه هو توفى، إنه هم ما زالوا يبحثوا إذا في علاقة بين وفاته وبين مقتل هاي الطفلة في. وبعد الإعلان عن العثور على الجثة، بتعرفوا بيبدوا أهل المدينة يضيئوا الشموع، يضعوا البالونز الهدايا. يعني الصراحة شيء مؤلم، لأنه هاي في النهاية طفلة صغيرة بريئة، يمكن كان أجمل شيء في حياتها إنه تلعب خارج المنزل. All I could think of was my own kids, if something were to happen to them. Oh, I think it was terrible. I feel bad for the family. I feel bad for all the people. مشاعر من الحزن والألم انتشرت في كافة أنحاء الولايات المتحدة. حتى نائب الرئيس السابق مايك بنس بيحكي كلمة مؤثرة جدا كوالد كنائب لرئيس الدولة، يدعم عمل رجال الشرطة يعزي أفراد العائلة. ونرجع الآن للرجل اللي وجد ينزف على ترس منزله وفي النهاية توفى. هو عمره 30 عام، اسمه كوتي سكوت تايلر. الآن بيعلنوا بشكل رسمي إنه هالرجل اللي وجد متوفي له علاقة بمقتل واختطاف الطفلة الصغيرة في. ونتعرف عليه لكوتي اللي بيعرفوه، بيحكوا إنه هو رجل وحيد وحيد عايش لوحده، من ناحية إنه ما عنده أشخاص، من ناحية أفكاره دائما متشائم، دائما في عالم مختلف عن العالم الواقعي. بيحكي عن حاله إنه هو يعيش بدون أمل، إنه هو ما عارف شو يعني هيك هدفه من هاي الحياة. بتعرفوهم هدول اللي بيحكوا عن حالهم إنسلز، إنهم يعني ما عارفين شو هم بالضبط بدهم من هاي الحياة. هو واحد فيهم. زميله في السكن والعمل بيحكي إنه هو كان عنده اكتئاب واضح، إنه دايما كان يتحدث عن فكرة تنفيذ عملية انتحار. وحيد ما بيتعامل مع أي حد أبدا. هو بفترة من فترات حياته بيدرس في جامعة University of South Carolina في كولومبيا، المفروض إنه يدرس الرياضيات، لكن ما في أدلة إنه تخرج من هاي الجامعة. هو بيترك الجامعة في العام 2009، ما عنده أي سجل إجرامي، عنده هيك مجموعة من المخالفات المرورية. كان معروف عنه إنه هو بغير طبيعة عمله كل فترة وأخرى. بالفترة اللي صارت فيها الجريمة، هو يعمل فيها المطعم الموجود أمامنا وينج
الطب. الآن بعد ما يتم العثور على جثة الطفلة الصغيرة، جثته هو أيضا بيبدو عاد رجال الشرطة يربطوا الأمور. من الظاهر هو ما إله علاقة بهاي الطفلة الصغيرة. خليكم معاي نشوف كيف صارت الأحداث المؤلمة. هم متأكدين إنه هالشاب أخذ هالفة من الساحة الأمامية للمنزل. هل هو هددها؟ هل هو أغراها بشيء معين؟ ما حد بيعرف. بياخدها عنده على الشقة، بيخنقها خلال ساعات من اختطافها، بيحتفظ فيها لمدة يومين كاملين داخل المنزل. يمكن من أغرب الأمور أنه تم تفتيش منزله مرتين ما تم العثور عليها، وين كان مخفيها كيف ما حد بيعرف أبدا. بتاريخ 12 فبروري رجال الشرطة بيوصلوا على باب منزله، بيطرقوا الباب اللي موجود هو صديقه، ما كان هو في البيت، بياخذوا نظرة على هالمنزل اللي هو بيعيش فيه، بينتبهوا على السلة اللي نضع فيها الغسيل، بياخذوها، بيبدوا يبحثوا فيها عن عينات دي ان اي، بالإضافة لذلك بينتبهوا على بوستر عن هالطفلة المفقودة موجود على طاولة في منزل هالشابين. خلال هاي الفترة هم بيشيكوا على حجة غيابه لهالشاب اللي هو زميله في الغرفة، بيتم التأكد من حجة الغياب، بيغادروا المنزل. زميله بيحكي انه بعد ما رجع كوتي من عمله بدأ هيك واضح عليه انه خايف قلق، بيتصرف بطريقة غير عادية. بيحكي ايضا انه هو بدأ ينتبه انه في رائحة كريهة داخل المنزل، الا انه زميله بيحكي هو في البداية اعتقد انه الموضوع بتعرفوا هدول السبراي اللي بنرشه من اجل تغيير رائحة الغرفة، يمكن يكون هو استخدم نوعيات رخيصة حتى يغطي على الحشيش اللي هو بيستعمله، رائحة الحشيش. هلا رجال الشرطة بيرجعوا مرة أخرى على المنزل في نفس اليوم الساعة 6 مساء حتى يشوفوا كوتي، يقابلوه، بيسألوه عن حجة غيابه، ما بيعطيهم معلومات دقيقة. اللي بيحكي لهم إياه إنه هو كان نايم في المنزل لوحده. بيرجعوا بيغادروا المنزل. في نفس اليوم هم عمليات بحث عن هاي الطفلة في منطقة الغابات. زي ما انتوا شايفين الآن رجال الشرطة في عملية البحث، إلا انه بيرجعوا بينتبهوا على كاميرات المراقبة الساعة 1 صباحا بتاريخ 13 فبروري في ضوء معين جاي من هاي المنطقة المظلمة اللي كان يبحث فيها رجال الشرطة. بينتبهوا انه في شخص معين بيتحرك، بيستخدم إضاءة خفيفة في نفس المنطقة اللي كانوا يبحثوا فيها رجال الشرطة. بعد فترة بيتأكدوا انه هاللي موجود هو كودي تايلر. وبعد 6 ساعات الساعة 7 صباحا كاميرات المراقبة تلتقط كوتي وهو يسير في الشارع باتجاه والمارت. والمارت موجود في أوغستا ستريت. بيدخل على المحل، بيروح على قسم اللي بيبيعوا فيه البذور، التربة، الأشياء اللي للزراعة. بيبدأ يتجول، بيخبر الموظفة انه هو بيشتغل في حديقته، انه هو بحاجة لبعض المواد. بيحكي لها انه هو ما عارف شو المواد اللي بيحتاجها الموظفة. المهم انه زميله بالسكن بيستغرب لانه هو ما له علاقة لا بالزراعة ولا بالحديقة، بالإضافة لذلك هو ما عنده كاش ماني. قبل ما يروح على وول مارت بيكون عنده يعني هالكاش بياخده من مكان العمل.
بياخذ بعض البذور، بياخذ تربة، تعرفوا هذول الأسمدة الكيماوية، بيغادر المكان وبيحجز رحلة العودة من خلال أبليكيشن اسمه ليفت. سائق السيارة بيحكي إنه هو ما كان مرتاح لهالشاب أبداً. بيبدأ يتحدث عن إنه هو بده يعمل بعض أعمال الحديقة، لكن السائق ما بيكون مرتاح. تخيلوا بمروا عن رجال الشرطة اللي يبحثوا عن حلفه، بيسألوا سائق التاكسي إذا هو بيعرفها، بيكون جوابه إنه ما بيعرفها، ما قابلها أبداً. بعد 40 دقيقة، الساعة 7:47، كاميرات المراقبة ترصد لكوتي وهو موجود في المنطقة اللي كان موجود فيها فترة الصباح في منطقة الغابات. واضح جدا انه بيستخدم المواد اللي اشتراها من وول مارت. هو بيدفن في جثة هاي الطفلة الصغيرة. يمكن اختار هالمكان لأنه في النهاية عرف إنه هم فتشوا فيه ما رح يرجعوا يفتشوا مرة أخرى. بيغادر المكان بدون هاي المواد اللي أخذها معه. هلا هم لما فتشوا بتذكروا حاويات النفايات. بيتم العثور على حذاء هاي الطفلة الصغيرة، للأسف الشديد موجود داخل سلة المهملات اللي تخصه. يخرب بيتك. بعد ما يتم العثور على البوتس اللي كان عليها طين، مباشرة بيتوجهوا لمنطقة الغابات، بيبدوا يبحثوا فيها. الآن بيتم العثور عليها في كيس بلاستيكي للنفايات لونه أبيض موجود على منطقة الرقبة. كوتي موجود على ترس منزله بيراقب رجال الشرطة وهم يبحثوا عن هاي الطفلة الصغيرة. لما يتأكد انه تم العثور عليها مباشرة باستخدام سكين، بيجرح منطقة الرقبة، بينزف، بيتوفى في المكان. طبعا هم بيجمعوا عدة أدلة أخرى تحت أظافر هاي البنت الصغيرة، وللأسف الشديد بيتم العثور على DNA يخصه لكوتي. بتذكروا سلة الغسيل اللي أخذوها من منزله، أيضا في DNA يخصها لهاي البنت موجود في هاي السلة. شو هي دوافع الشاب لتنفيذ الجريمة؟ ما حد بيعرف أبدا. الآن نروح لمراسم عزائها اللي صارت بتاريخ 21 فبروري. ما تتخيلوا أعداد الموجودين في مراسم العزاء، حتى إنه المنزل المسؤول عن دفن الموتى بيقدم هاي الخدمة مجانا. مراسم عزاء حزينة جدا، وداع في الكنيسة في مدرسة هاي الطفلة الصغيرة. مئات ومئات من سكان المدينة موجودين في المدرسة في الكنيسة. أحد الأشخاص واللي بيبيع ألعاب في المنطقة بيستخدم تراك يخصه لونه بينك، بيضع عليه بايسيكل. والدة بي موجودة على هالتراك. مراسم غير عادية أبدا، الصراحة شيء مؤلم للغاية. طبعا رفات هاي البنت الصغيرة كان موجود على متن هالتراك. موتور سايكلز، الصراحة يعني شيء مميز، شيء ما بعرف، يمكن لأنه هي طفلة صغيرة قتلت بهاي الطريقة الوحشية. كان صدى واسع لمقتلها في أرجاء المدينة. معظم الموجودين في مراسم العزاء كانوا يرتدوا اللون الزهري، اللون البنفسجي، لأنه هي كانت تحب هاي الألوان. بالإضافة لذلك هي كانت تحب الرسائل الكتابة، بيضعوا زي جيرنال أمام أو على طاولة معينة، الجميع بيكتب باستخدام ألوان، بيكتب رسائل، بيرسم رسومات. بعد كل هاي المراسم الحزينة في النهاية بيتم دفنها. تخيلوا أنه بعد عام كامل على مقتل هاي البنت بيتم إغلاق ملف القضية.
في العديد من الأسئلة اللي ما عليها إجابات، زي مثلا ما هو الدافع من وراء هاي الجريمة، لأنه مبدئيا ما في آثار للاعتداء عليها، ما في رسالة انتحار بيحاولوا أنه يدخلوا على جهاز الهاتف اللي يخصه، يمكن كاتب شيء ما بيوصلوا لأي نتيجة أبدا. بالإضافة لذلك تفاصيل كيف هو قتلها، وين قتلها بالضبط، ما في أي معلومات أبدا. صحيح أن السلطات المحلية أنهت تحقيقها في مقتل فيه، إلا أنه الـ FBI ما زالوا مستمرين. بتعرفوا هم بيحبوا يعرفوا التفاصيل الدوافع حتى يستفيدوا في المرات القادمة. هاي البنش الموجودة أمامنا موجودة في مدرستها لفيه كنوع من التكريم إلها. والدة في بتوجه كلمة للجميع، بتحكي لهم فيها الصراحة، جدا أعجبتني كلمتها، إنه هم يكونوا لطيفين مع الآخرين، يمتدحوهم، يحكوا لهم بعض الأشياء الجميلة، يرقصوا في المطر، يتوقفوا حتى يشتموا رائحة الورود، يعني يستمتعوا بحياتهم زي ما كانت هالطفلة الصغيرة في مستمتعة بحياتها. وكانت هاي نهاية قصتي المؤلمة والموجعة لليوم. بتمنى تكون عجبتكم، بتمنى نكون تعلمنا منها درس. الأطفال أمانة أمانة. إلى اللقاء في فيديو قادم.